بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي نبلة ست طيور. مكونة من يد معدن تخنة 4 ملي، معمولة بالليزر مدهونة دهان إلكتروستاتيك. دي فتحات الأساتك للتركب، وميت بلية 8 ملي معدن، واتنين طقم أساتك، أستك ميجوز وأستك مفرد. الأستك ميجوز للبلي التقيل أكبر من 8 ملي، والأستك المفرد للبلي الصغير. الأستك الميجوز بيركب هنا، بنمط الأستك بنمط ونركبه في الفتحة دي، والأستك المفرد لو عايزين نصطاد بيه بنمط الأستك ونركبه في الفتحة دي. ده كده شكل الأستك الميجوز وهو راكب.